اللي يبغي يدوي على القدس ويدوي على الاخر يحرك جيبه يحرك جيبه هات يحرك جيبه ها كوميتي ديال القدس المغرب المغاربه كلهم مع القدس بنادم كيبغي يبغي يدير ديك العياقه ديالو ديال زعما راه يدير هذا الفاني وهذا ها هو شتيه هات المغاربه كاع عارفين كاع لي سوبر ماركت ديال المغرب كاملين في البونوك كلشي كاينين هادو بارتو بارتو كاين هادشي ها هات شوف كل صباح هادي راه دابا اللي تقريبا تقريبا ميدي ميدي هنا راه واقعيين ماشي هاب 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 المغاربه كلهم كيامنوا بالقدس وكيدافعوا على القدس وكيدافعوا على المقدسيين وحياه المقدسيين وكيساهموا ماديا وكاين صناديق التبرع السخيه ديال المغاربه في جميع انحاء التراب المغربي وجميع لي سوبر ماركت وكاين منهم ربما الملايين ديال لي سوبر ماركت وكتجمع فلوس تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ماشي مجرد هضري الهضري الهضري هاو 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 حرك جيبك بغيتي تساهم حرك ما ديك الشعارات حنا وعدا كذا كذا شوف راه كاع الدول المسلمة المسلمة ديال العالم وما نقولش العربية كلها كتآمن نفس الإيمان ديال المغرب حل الدولتين مع القدس الشرقية ما تجيش تمسحوا غير في المغرب حقا قال المغرب خان ما خان راه ما خان ما والو المغرب هو الوحيد الوحيد اللي كيدعم ماديا واللي بنى المساجد وبنى المستشفيات وبنى الجامعات وبنى المطار وبنى ما خلى ما دار في المغرب مع فلسطين ولكن نكران الجميل نكران لو ديني غومو ان غراتيتيد معروفه الله ينجينا من هذه القوم هادو ودائما الله الوطن هذا هو الشعار ديالنا الله الوطن الملك هذا هو الشعار ديالنا اطلع والله حفظ داكشي اللي عاونك المغرب دابو بني مسكين قبل من فلسطين وتازا وكازا قبل من غزه